أي يوم اليوم من أيام الحصار؟ يوم السبعين. السبعين بين ذاكرتين، صحيح. بين سبعين الأمس الذي منح الجمهورية اسمها، وبين سبعين اليوم الذي يذر رماده في عيون الجيل الثالث من أبناء شهداء الجمهورية الأولى. نضالات ثلاثة أجيال من أبناء وطن سعى فيه عبد الرقيب عبد الوهاب وزملاؤه لأن يكون وطناً للجميع، يكون فيه الناس مواطنين لا رعايا. تمضي أحلام اليمنيين بدولة قوية تحميهم من بعضهم البعض ومن هيمنة السلالة. تعود لذاكرة اليمنيين أحداث أغسطس 1968 وقصة فك الحصار وأبطالها، والتي انتهت بتصفية أبطال نصر السبعين والتمثيل بجثثهم، لتعود الذاكرة ذاتها تتأمل ما آل إليه ميدان السبعين الذي لا يزال يحمل في وجدان اليمنيين تلك القصة الخالدة. يعيد التاريخ قراءته لذكرى الارتداد عن الجمهورية وما واجهته الثورة السبتمبرية الفتية من عملية التفاف نفذها الإمام المخلوع البدر، وما يقوم به المخلوع صالح من التفاف على ثورة فبراير وتحالفه مع الإماميين الجدد. حدثان وجمهوريتان وثورتان، وبينهما محاولة شتى لإفراغ الثورة من مضمونها ومصادرة آمال شعب مقهور تاق إلى الحرية والعدالة. ما تعيشه صنعاء في سياط اللحظة القاتلة وذاكرة السبعين كان الانقسام داخل المعسكر الجمهوري الذي أفرغ الجمهورية من مضمونها. كيف تحول بعض الجيش من الولاء للجمهورية اليمنية ونشيدها الوطني إلى حراس لعائلة صالح وقتلة مأجورين بيد ميليشيا؟ لم يكن 24 من أغسطس إلا تتويجاً لانقلاب صالح على الدولة وخيانة الجمهورية، كما حدث في 24 من أغسطس 68 من انقلاب تحت دعامة الفرز المناطقي في داخل المشروع الجمهوري آنذاك. تعود الذاكرة السياسية لإحياء ذكرى هذه المرحلة التي كانت منعطفاً بارزاً في تاريخ الجمهورية الناشئة حينها، والتحولات التاريخية التي جاهدت لتغيير الإرادة الوطنية والشعبية تحت لافتة المصالحة وإفراغ جمهورية سبتمبر من مضمونها. لا يغفل التاريخ هذه الأحداث، بل ويقتنص الفرص لإعادة التذكير بها. فما بين الإمام البدر المخلوع والإمام صالح المخلوع لا يزال التاريخ شاهداً على خونة الجمهورية.